رجعنا لكم وقايه الانفو انتوكس توت سويت. انفو انتوكس انفو انتوكس مع سأني في الأنشطة الرياضية في تونس وفي العالم. أول مباراة في إسبانيا بعد توقف الليغا بسبب كورونا باش تنطلق من الشوط الثاني. أنفولا أنتوكس من الشوط الثاني. كيفاش مباراة تبدا من الشوط الثاني؟ تبدا ديريكتومون دوزيام ميتون. أنفولا أنتوكس أنفو أنتوكس أنفو وي خاطر الماتش في ديسمبر اللي فات لعبوه في ديسمبر في ديسمبر اللي فات شبيه ما كملوش حتى ما وفاش بسبب وقف وبعد كانوا باش يكملوه ايه مش الكورونا مش من ديسمبر اي هو يوقف وقف لاسباب عنصريه ما حدولوش الدات وقتاش باش يكمل دونك باش يكملوه توا باش يكملوه دوزيام ميتا توا ما بين رايو فايكانو والباسيتي هذه المباراه هاي ديفيزيون 2 ديفيزيون 2 لعبوا زوز في لعبوا زوز في لا ليغا دونك باش تكمل المباراه وفيها قواعد قواعد تاع استئناف المباراه فقط الملاعبين اللي مسجلين في قائمه المباراه وقتها اللي يلعبوا الماتش باش يبدا الباسيتي ناقص جوار بعد خاطر عندها ورقه حمراء الملاعبية اللي تم انتدابهم في سوق الانتقالات الشتوية ما ينجموش ممنوع من اللعب خاطر مش موجود وقتها هذوما القواعد تاع السنة في مباراة رايو فايكانو والبا سيتي دونك اللي باش دونك بظهرهم على لا ليغا باش ترجع بالميتون الثاني اول ماتش في لا ليغا باش يكون بون في بطولة في اسبانيا مش لا ليغا معناها الليغا الاولى باش يرجع في الميتون الثاني ميرسي على التوضيحات عايشك مروه من غير مزية دونك حق اي توضيحات كل انفو باهي الاخبار الثانية انفو اساليب نشاط اليخوت السياحية والشخصية وي انفو اي ديجا كلموني انا قط قالوا كي انا انتوكس خاطر تو ما كلموني لا لا انا كلموني جوست عندي اونتريتيان صغير قاعد نرقل فيه باش غدا نخرج في اليوت نتاعي باش خرج لنا عندي برشا وقف على النشاط هذا انا نحب نخرج انتوكس ضرني انتوكس اللي يحكي في علي انتوكس يحكي في علي ساعه مالك انتوكس على يحكي في علي لا 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 انفو 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 حيت لا نعرف علي مخبي علينا انا عندك يوت علي لازم نقولك في خاطر في بالي حاجة عادية أنا ما مش لازم نقول هذه سمحني يعني سمحني أنا هو المرحلة ذيك فهي حاجة عادية تبيعها بالحق والله نحكي بجد بيان سور بالنسبة لبرشا الناس حاجة عادية صرت تحكي بجدك بالرسمي فادلك أنا راني دونك أنفو أنفو غدوة باش يتم استئناف نشاط اليخوت والسياحة السياحية والشخصية أحسن خبر رسمي أنا سمعت سنين واحد تعب أنا واحد من الناس بالرسم ما نجمش من نخرج مرتين في الجامعة باليوم أكثر خبر بالحق 50% من تقسيم الساعة متاع اليوتيوب تاعك رجعت فيه الروح الحمد لله الحمد لله رجعت فيه الروح والله أنا ما حطش دبر برود الكورونا مش من الكورونا راهو على اليوت باهي ان توكا الشروط نتاع الناس اللي تحب تخرج على اليوت نتاعهم بربي شنو الشروط راهو 50% من طاقه الاستيعاب ما تفوتش الحدود البحريه قداش انت اليوت نزل 18 9 معناك اوكي 16 انا 18 باعتبار السائق ممنوع التدخين والبوسيق عرفتك تحط هاك الخمسه من تالي ديما موجوده في اللواج وتاكسي ايوه روح لعنده يوت حط عقد بحوله حبيبي سي سيريو ان فيت اللي نحب نقول لكم ما تنجموش تتجاوزوا الحدود البحريه نتاعنا خاطر الحدود الناس عندهم ديوت في بيت تحكي معنا احنا بالرسمي لا لا احنا نحوس مش حراق خاطر الحدود ما زالت مسكره بيان سور هذايا ثانيا تطلب قواعد حمامات ونرجع حدوا لنا يا اخي دوره صغيره ديري هيك ما جوست كابون صغير يخرج فاجا شويه هكا بعد شويه مين مشي بني خيار في جي صحيح من يعني سامحوني على الخبر سامحوني بالبلاصه 700 بس الحبيب مشي بني خيار في شفت نتاعي يلا نشير للخبر اللي من بعده حاكم فيرجينيا يتحدى ترامب ويرفض ارسال الجيش لاخماد الاحتجاج ليه تو انفو في امريكا اي حاجه انفو في اخماد وحده داخله بعض امريكا نتصور انفو نتصور انفو خاطر تحداو برشا سورتو الحكام تاع الولايات المده الاخرى عركه كبيره بينهم وبين تحداو فيه فماش واحد ما تحداوش ترامب هو بطبيعته تحسه متحدي روحه هو اصلا صعب يعمل في حاجات غير عاديه انفو حبيب حاكم ولايه فيرجينيا الامريكيه رالف نورثام هو اللي وش مال عنده حق يتحدى مال اسم اسمه بتاع ماركه بتاع متحدي رالف لونتان تحس غاليين والله تحس ولا خديت بيلو رالف لونتان محلي
في البلان كفرية تحس تحبوش يتحدى ناس مباركة يتحدى تقوم رفض طلب رفض طلب المهم نحن عرفنا اسمه شنو في الأخبار الدفاع الأمريكي بإرسال ما بين 3000 و5000 من عناصر الحرس الوطني بالولاية إلى واشنطن إلى العاصمة معناتها في إطار على ضخم القوى نظمته إدارة رئيس دونالد ترامب ردا على الاحتجاجات العنيفة لكن رفض كيف وكيف برشا حكام اخرين دونك اليوم خاطر حكام تحديوا بالحق سي لوكا وانا بالنسبه لي ضرب القاضي لترامب هذاك مازال ما تدريش عليه ترامب كيما اخر لحظه قلنا لا عنده راهو محبينه صحيت في ولايه الجنوب وغيره يحبوه ترامب انت ما عرفت نحكيو فيها حتى انا عليه اللي انتخبوا هيلاري كلينتون اكثر من اللي انتخبوا ترامب بحب الولايات هو هو معناه لاخر لحظه الناس الكل في بالهم كلينتون بشد وقتها رئيس في اخر لحظه عمل ريمونتادا ما فاق بها حد ولا رئيس عادي جدا يعاودها هو يعمل مستحيل بشد الرئاسه راهو ترامب. بي نمشيو للخبر الشعب الامريكي في حربهم اكيد أو فرنسا زاد البارح في فرنسا العنصرية اكيد فرنسا فمش كنت تقتل ولا احياء ذكرى البارح حتى عدم تروري تقتل في احياء الذكرى ومازال البحث جاري معناتها في الموضوع دونك ولات هما خرجوا على باز باش يتظاهروا على جورج فلويد بعد اخت عدم تروري تقتل 2016 دهسا على يد ليو معناتها فورس دو لوردر جوستومون دونك بيعرفهم كان غادي دونك في كليشي هي تحديدا دونك وليت في فرنسا في كليشي دونك كارير جوش تاع بي اس جي دونك راجعوا احتجوا على الحادثه هذيك تاع الحادثه تاع 2016 اوكي بعد الكورونا تعرف لي المصانع ما عادش تخدم التلوث نقص في العالم وي برشا فما جوانب الجوانب الايجابيه الكورونا حسب رايكم انظف هواء في العالم حسب الخبراء وين موجود القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي ما ينجمش يكون في بلاصه اخرى غير هكاك هواء نقي نقي معناه ما فيهوش قرب لا مش ما مش في العالم امين حد حد غادي ودي باليوت بتاعي مش حد حد غادي معناتها اي لا برا القربس انت وقارن بالحق قربس فيها هواء في العالم امين في العالم شكون روسيا صحيح ولا غلط روسيا روسيا ينجم يكون في بلاصه في روسيا ينجم يكون انفو سوا بلاصه في روسيا اما انا متاكد انه روسيا مستحيل ساعه الناموس اللي عنده تعرفوا انه يجي في بلاصه ما يعيشوش فيها برشا فيها جليد ثلج حاجه كيما هكا ممكن هذاك انا طلع ولا انا العكس نتاعك انا نقول طلع وين في استراليا اللوط معناك في البلايص اللي فيها برشا خضار في نيوزيلندا في كل الغادي يعني يمشيوا لهم هذوك الانسان اي بلاصه متاحه للانسان لا بلاصه في استراليا مش معناها نحكي على العاصمه تلقاها بلاصه في استراليا مطرفك بعيده شوي فيها كيما قربص انا نقول بون هاني اعطيتك جوابي انا عفو شنو على روسيا روسيا ليه انتوكس بون ما نعم روسيا الكل ما نصورش لا لا ثم بلايص في روسيا كبيرة روسيا راهو ثم بلايص شككتني انت كي قلت لي روسيا سان بيترسبورغ لا سان بيتر لا لا ثم روسيا الاتحادية راهو معناتها ثم فيها اقاليم كبيرة و انفول انتوكس انتوكس برا انت انفو انتوكس انظف في العالم وين موجود؟ موجود فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية طلعت صحيح تحليلي صحيح قطب الجنوب وي دونك البلدان هذوما ما يتاثروش بالتلوث جوستومون القطب الجنوبي في الفيزياء وفي انا نمشيو باليوت نتاعي القطب الجنوبي تكلف لك برشا امين صب ميساج هذاك علاش ما فهمتش حتى عندي بنوات كيروزين ولا بنوات واش يتصبوا اليوت نتاعك باش انت انا ما ما تلاش بيهم المره ذي ما عنديش كل هي الريفونس لا خاطر انا كنت عامل بالبيب بالغاز انت سمعت في شهر اثنين نبت نعضع تحت الماء يبدا يرخي اليوت نبت نعضع بالبيلات تحت الماء عرفت شو اسمه ذا اللي كذبك ساطور ولا احمد ساطور بي اخر اخبار بعد نقل ركاب مصابين اليونان توقف رحلات الجويه مع قطر نقول انفو انا نقول انفو خاطر قطر طلعت برشا الاصابات ممكن انتوكس انفو انتوكس انفو انفو معروف انفو يونان وقطر يونان نهار تيتا اوقفت رحلات الطيران الجوي من والى قطر بعد ما اثبتت اختبارات اصابه 12 شخص
على ما تنتقل قادمه من الدوحه فيروس كورونا. برشا حالات تو في قطر بالحق راهو. 91 دونك جايين من اثينا اون فيت اثينا. اثينا لاثينا اثينا تولي فما حيوان اسمه اثينا. اون فيت من الدوحه لاثينا فوالا هذاك علاش قارت اليونان واقفه رحلات مع الدوحه. اي مع قطر مع قطر اي قطر ليه بالحق راه قطر برشا حاجه مازلت غادي احنا سكرنا قريب نحلوا مازلت موقفنا احنا حلينا وادي جا من الدوحه يجي من اليوناني المهم ما تجيبش الفيروس ويجي تجيب التحليل نتاعك في يدك اللي عنده 72 ساعة دينار النار امورك واضحه لا راهو زاد فما معلومه اخرى مره ظهر لي حكيناها ولا ما نعرفش حكيناها ولا يلزم اللي باش يدخل تونس راهو يجيب تحليل معاه اللي هو خالي من الفيروس التحليل نتاعه ما يفوتش خاطر العباد الكل خاطر اللي نقرا في الكومنتير مره كل نحن وقت اللي نحكيو على والله باهي كي حالين الحدود العباد الكل اي باهي حالين الحدود باش تدخل لنا الكورونا لا يا ولادي راهو اللي باش يدخلوا معناها عندهم اللي هما ما همش مصابين مش في بالهم هكاك على بوه على خوه معناها يدخل ما يجيش من بيه شكرا امين على المعلومه كانت هذه عايشك انتوكس ستاديوم